ايدي ساعة جبتك مش ماكل الليلة ليلة النص ما يدوم حال وساعدك يا فاعل الخير. قل لي رفيق الغالي راضي تحب تعمل فوز تدخل بيها الفرح على بعض العائلات؟ يا ولدي حاجة هيلة حاجة قمقومة قل لي شو باش تعمل ايه؟ نقول لك حاجة انا كحمل هميمي نقول لك اللي هذا هو سؤال الصعيب. العادة انا نسأل وراضي اتجاوب، المرة هذه خلت الكرة في رجلي وقالت لي شوف لي حاجة باهية نعملها تجمش تدبر عليا انت. لقيتها برا شوف تلقى شوية زويولة برا طهر لهم. هي فكرة أم على أي أساس مش نختار الزوايا ولا برشة؟ لازمني يقول لي هكا نكلم راضية تشوف لي مقاييس علمية ديمقراطية نختار على أساسها. صاحبي تمشي ننصحك برا تو نكلم لك سي حمادي جبالي عنده زمام مقيد فيه الزوايا ولا واش يستحقوا اختار لنا هو. نقول لك حاجة أي برا نكلمه ونرجع للقواعد الحزبية متاعي. هكا يمكن نتوافق في حل مع سي جبالي. ألو سي حمادي أيش حالك أي؟ حمادي ولدي كومون تو توا كيفاش مريقل كيفاش فيه اسي حمادي خوك حمل همامي يحبك تنعتو على شويه زوله باش يطهر لهم صغيراتهم في الليله المبروكه. حمادي ولدي نحب نقول لك اللي احنا خطينا زوله في كل بلاد وهذه نعتبرها سكندار مؤامره ضد الحكومه الشرعيه. اسي حمادي ايش العزاز سكنتو جبت الفتحه اي باي باي. نقول لك حاجه انا باسم الفقراء والعاطلين والمهمشين ندين هالسلوك الاستبدادي. نقول لك حاجه هذا قرار من الحق التاسيسي مش من حق مكتب الحركه وراي الاقليه هو اللي عنده قيمه يزيونا من دكتاتوريه الاغلبيه. اصاحبي يا ولدي اعملوا عقلكم تحكيها سهله وبسيطه. نقول لك حاجه انا كحمل همامي هذه هي المساله كنت ننبه منها انا وراضيه يدخلوا بمسائل بسيطه وبعد يستحوذوا على القرار ويحكموا وحدهم. يا سيدي تمشي كلمكم في المرزوق يستوصل بيناتكم. الو اسر منصف بالله يحبك تدخل لي بين هزاز حساب وتفضل لنا هالمشكله. بكل محبه وبكل موده وبكل اخلاص انا مندمج مع شعبي وعايش معهم فرحه ليله النص اعملوا تحكيم وفضوا الحكايه. انا هالايامات مضرب على مضاء وزيد نفرح شعبي ونقول لهم مانيش خارج مانيش خارج مانيش خارج. يا حما ما غير ما تتنرفز والله عندي ليك الحل. نقول لك حاجه انا كحمل همامي وكراضي او كحزب العمال عندي ساعه نستنى فيكم ما صوت منك شيء هذه اخر فرصه عندك. يا حما والله عندك كان الرجال. الو اصاحبي فهم هكايه بحذايا اخوك حمل همامي يلوش على شويه زويله باش يطهر لهم صغيراتهم بالله تعرف شكون هناك الفهم مو بيرسون. نقول لك برا مشي للديوان التطهير تو ما يدلوك. يا ولدي مانيش بصرمان تي ملي نام بصر معك تي حتى طهروا الاعلام قبل